أن يأتي من اتفاق شبكة الميثاق العالمي للأمم المتحدة في العراق، والذي يعنى بإرساء معايير عالية لعمل الشركات التجارية سواء للقطاع الخاص أو الحكومي. ويقول ممثل شبكة أن اقتصاد العراق الواعد يجعل منه شريكا أساسيا في الشبكة التي تنتمي إليها الدول والشركات طوعيا. هذه الأدوات التي من خلال المبادئ العشرة المعترف بها دوليا والتي تؤيد وتشرع مجموعة من القيم الأساسية في مجالات حقوق الإنسان والمعايير الخاصة بالعمل والبيئة ومكافحة الفساد، من خلال تطبيقها سيكون تعزيز دور هذه الشركات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وستخلق منافسة بين الشركات التي ستكون جزءا من شبكة عالمية في أوروبا والشرق الأوسط. العراق مقبل على ثروات أو عائدات من الثروات الهائلة قد تصل إلى 400 مليار دولار عام 2018. إذن المجتمع سيتقدم ويحتاج لمن يعينه، وهو القطاع الخاص. الشبكة العراقية الآن هي شريكة للشبكات الدولية الأخرى في دول العالم التي أصبح عددها حوالي 16500 شركة على مستوى العالم في أكثر من 140 بلد. وتعتبر الشركات العراقية أن هذا الميثاق يحوي ضمانات لعملها عالميا، إذ إن الشركات التي تنضم إليه تحصل على علامة جودة دولية تميز منتجاتها وتمنحها ثقة لدى المستهلكين في دول العالم. هذا الميثاق يضمن لنا أو عدم تلاعب بنا. لكن عدم وجود قانون ينظم العمل في العراق يعتبر بحسب قانونيين من أهم معوقات دخول العراق في الميثاق، خاصة وأن تشريع مثل هذا القانون سيؤدي إلى تخفيف ضغط توفير الوظائف عن كاهل الدولة. من المفترض يعني هنا قانون للعمل، وهذا ما من ضمن الشروط اللي أو من ضمن الأهداف اللي من المفترض تحقيقها. وهذا القانون العمل هي لها علاقة بالقطاع الخاص وإدارة القطاع الخاص، وعلى الدولة أن تشرع هذه القوانين. هذا راح يفك الضغط، هذه القوانين راح تفك الضغط عن الحكومة بتوفير الوظائف. ويتضمن الميثاق العالمي للأمم المتحدة الذي انطلق في العام 1999 عدة مبادئ، أهمها تحريم عمالة الأطفال وضمان عدم التأثير على البيئة، بالإضافة إلى ضمانات تحرم على الشركات تمويل الجهات المتورطة بانتهاك حقوق الإنسان في العالم، بالإضافة إلى التزامها بمكافحة الفساد الإداري. أحمد محمد، السومرية.